هذا اللقاء تهم بالضبط بأننا تنتير انتباه المرة الأخيرة السلطات العمومية والرأي العام المغربي على الأشياء اللي حصلت في المدة الأخيرة واللي نتجت عنها ارتفاع أسعار الرمال بدرجة مخيفة جدا بعد ما توقفت بعض مصادر الرمال التابعة لدرافور. الأسباب أغلبيتها تأخيرات وتلاعبات من مافيا الرمال التي ما دفعت ولا مليم لخزينة الدولة، بينما شركة درابور تدفع تقريبا تنتج 5% إلى 7% من رمال المغرب وتدفع تقريبا 85% من كل الضرائب المدفوعة على الرمال المنتجة في المغرب. إذا هنا نبغى نوجه للدولة والناس اللي يتآمرون في الخفاء على الطبيعة وعلى البيئة وعلى خزينة الدولة، فين هي 5 ملايير إلى 7 ملايير درهم اللي تنقص خزينة الدولة اللي ما جمعتها، بينما هي بعض السلطات وبعض الجمعيات المشترات والمباعة كل شغلها الشاغل هو أن تهتم بإنتاج رمال درافور.